انت فتحتي الصندوق ده ليه؟ مش قلت لك ما تجيش جنبه؟ الكلام ده يا امه ده كلام قديم. الكلام ده يا امه كلام ايه يا بنت؟ كلام قديم عفى عليه الزمن، هنعيده ونفتحه تاني ليه؟ طلعت التحاليل ان حالتها الصحيه غير واضحه لعدم استقرار الجنين في رحمها واستعالت قدرتها على الانجاب. عايزه اقول لا لا ما انا اتعالجت يا بنت وانا حاسب نفسي اتعالجت وجبتك. كدابه التاريخ ده قبل ما تولد بثلاث شهور. لا انا مين طيب؟ بنتي. انا بنت مين طيب؟ والنبي قولي لي انا مين يا والله يا بنتي انا مين يا والله يا بنتي مين طيب؟ جبتيني منين؟ جبتيني منين وقولي لي بنتي سيبك من الكلام ده كله، انتي بنتي يا فاطمة. فاطمة انتي بنتي، والله يا بنتي، بنتي، انت جبت الصندوق ده ليه؟ جبته ليه؟ جبته ليه؟ اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.